والله العظيم يوسف قالت لي هتغير وتنزل، اقسم بالله. نزل سلاحك هلا بالراحه. والله العظيم ما معايا سلاح يا يوسف. هات هات، لف بالراحه هلا بالراحه. قال لك ماسك وسنيده. مش قادر يا يوسف. جاهزه اهو يا ابني. معلش بقى البودر مبهدل الشباب اليومين دول. معلش احنا اسفين. خد طب العصير، العصير واللبن. دخلوني جوه. مش قادر يا يوسف، مش قادر. ده ايه الخير المنيل البنيله ده؟ ده انا كنت عملت كل دي راسها. يلا يلا حاضر حاضر. تعالى يا ريس حط الحاجة هنا. ريس انا خارج من السوبر ماركت، انت بتفتح شنطة العربية؟ افتح العربية. حاضر حاضر. والله بتعمل ايه يا يوسف؟ انت بتقلبها ولا ايه؟ انا عايزك تفضل جنبها هنا، ولما تفوق تفهمها انك تبع مودي، ولما تصحى تخليها تكلمه واوعى تجيب سيرتي. انت فاهم؟ وانت هتروح فين يا يوسف؟ انزل امن الدنيا تحت. طيب طب ما تخليك هنا وتأمني فوق بدل ما حد يطلع لي تاني. انا هموت من الخوف يا يوسف. انت لو ما بطلتش خوف انا هقتلك. ايه التهديد الغريب ده؟ ويا ترى هتعلم منه ايه؟ حاضر يا يوسف مش هخاف.